لما تسأل أي حد عن أرقام تاريخية من كأس الأمم الأفريقية هيقول لك منتخب مصر فاز بكام بطولة، منتخب الكاميرون فاز بكام بطولة، عدد الأهداف للاعب الفلاني، عدد الأسيستات للاعب الفلاني. بس أكيد مع الدكتور ياسر أيوب عنده أكيد أرقام ممكن نسمعها لأول مرة. هي بطولة الأمم اللي هي تبدأ بكرة إن شاء الله، دي تاني مرة تستضيفها الكاميرون، استضافتها سنة 72 وبتستضيفها في 2022. ملاحظة بس هنا إنه عيسى حياته قعد 29 سنة رئيس للكاف، ما فكرش ولا مرة إن بلاده تستضيف أمم أفريقيا. فالكاميرون بتستضيف البطولة الثانية، هي لما استضافت البطولة الأولى خسرت ما فازتش بيها. فما حدش يقدر يعرف هل الكاميرون في 2022 في المره الثانيه هتفوز بالبطوله، لا، لانه في 19 بطوله امم ما فازش بيها اصحاب الارض. واكثر دول خسرت البطوله على ارضها كانوا مصر مرتين وتونس مرتين واثيوبيا مرتين وغانا وغينيا الاستوائيه والجابون. في 19 بطوله صاحب الارض لم يفز بهذه البطولة. والبطولة دايما بتشهد مفاجآت. عايز اتكلم على مفاجأة كانت تخصنا اللي هي بطولة 98 في بوركينا فاسو. طبعا كنا قررنا ان احنا نغير القطع بتاع الاهرام الرياضي. عشان نغير القطع عايزين نعمل شغل يعني جامد. فالاستاذ ابراهيم حجازي رحمه الله وكان العزاء واليومين رحمة الله عليه، فطلب مني ان انا افكر في حاجة مختلفة نبتدي بيها الشكل الجديد للمجلة. فكلمت كابتن محمود الجوهري ايضا رحمه الله، قلت له كابتن جوهري انا عايز اعمل معاك حوار. فقال لي ماشي نعمل حوار. قلت له لا مش حوار عادي، نغير شكل المجلة وعايزين نعمل حاجة جامدة يعني. فقال لي خلاص تعالى البيت. فرحت له البيت، فكانت اول مفاجاه ليا انه الاقي الجوهري اهم هوايه عنده ايه؟ العزف على البيانو. الله. وبيغني. ف هذا الرجل القوي. قعدت جنبه في الليفنج بتاعه في شقته في مصر الجديده وهو عمال يعزف على البيانو وبيغني. الله. دي كانت اول مفاجاه ليا. وخدنا صورة الكابتن جوهري المصور القدير حسام دياب هو اللي كان معايا استاذنا جميعا، وصوره وهو بيعزف على البيانو. تاني مفاجأة، قال لي انا هدخلك لأول مرة في حياتي هسمح للصحفي يدخل غرفة العمليات. غرفة العمليات دي اللي هي اوضته اللي هي الحيطان كلها اشرطة فيديو ماتشات وسبورة كبيرة عليها ملعب كورة وشخبطه وخطوط وعبارات واسهم طالعه واسهم نازله. دي غرفه عمليات كابتن جوهري. الله. فاتكلمنا على حاجتين في غرفه العمليات. ماتش مصر وايرلندا كاس العالم 90. وقال لي انه لو ما لعبش بالطريقه دي كانت مصر هتخسر من 8-9-0. فمش مهم ده دلوقتي، المهم انه كلمني على بوركينا فاسو. قال لي المصريين بيحبوا مصر جدا، بيحبوا المنتخب جدا. فبدات اختار المنتخب وبدات الانتقادات، فكان لازم اريح الناس واقول لهم انا مسافر العب على المركز 13 من الاول. بالمناسبة كيروش ما قالش التصريح بتاع انه كاس الامم مش مهمة وان انا بس رايح عشان خاطر استعد لكاس العالم. دي كانت في بعض اللخبطة شوية في نقل التصريحات وفي الترجمة. فالكابتن جوهري قال ان انا رايح العب اخد المركز 13 في كاس الامم في بوركينا فاسو. وعايز اقول لك انه كان مقنع لدرجة انه الناس صدقت. مش بس الناس في مصر صدقت، الناس في افريقيا والاعلام الافريقي اخرج مصر من كل حساباته وفوجئ الجميع سواء في مصر او في افريقيا
بمنتخب الجوهري بياخد البطوله. الحكايه دي كان ليها معنى يعني، ولا يزال ليها معنى مهم، انه لا نبالغ في الثقه ولا نبالغ في الهجوم، لانه كره القدم لا تعترف بمثل هذه المعادلات. ياما دول استضافت أمم أفريقيا وهي مؤهلة للفوز لكن لم تفز. أنا ما رضيتش أقطعك كنت بتحكي عن الكابتن الجوهري، بس أنا في حد غششني قصة كده عن الكابتن الجوهري. يعني الكابتن الجوهري كان بيديك التشكيل انفراد في بعض الأحيان بمقابل، يعني مش ببلاش. دي حكاية حصلت في كوريا الجنوبية. أنا سافرت مع المنتخب، وتاني يوم الصبح المفروض في اول تمرين للمنتخب، اتوبيس واقف واللعيبه نزلت، وكان كابتن جوهري الحقيقه دايما الاهتمام بالصحفيين يعني. فزمايلي ركبوا الاتوبيس رايحين التدريب، وانا فضلت قاعد في الكوفي شوب معايا الجرايد وبشرب قهوه. الكابتن جوهري بص وما قالش حاجه وما كلمنيش طول اليوم يعني. تاني يوم اتكرر نفس المشهد، فلقيت كابتن جوهري جاي لغايه عندي بيقول لي: ياسر، هو انت مش هتيجي معانا التمرين؟ قلت له: كابتن جوهري، انا يعني ما ادعيش ان انا شاطر قوي في الكوره، فلو جيت حضرت التمرين او لو حضرت التمرين 10 ايام لا عمري هعرف التشكيل اللي حضرتك هتلعب بيه ولا هعرف الخطه اللي انت هتلعب بيها، فعلى ايه وجع الدماغ ووجع القلب؟ انا قاعد بقرا الجرايد وهستنى لما حضرتك تيجي اسلم عليك وخلاص. طبعا هو ضحك جدا طبعا. فقال لي: طب تيجي نعمل اتفاق؟ قلت له: نعمل. قال لي: انا هروح التمرين وارجع وانت تقول لي اخبار الدنيا ايه، وانا اقول لك التشكيل والطريقه اللي هلعب بيها ايه. يعني انت تقول له انت الاخبار المكتوبه في الجرايد الاجنبيه، وهو يقول لي التشكيل والطريقه دي. العظيم. فاتفقنا على كده. فكانت هي ده كانت دوره كوريا هي فبدات انا الاهرام، جورنال الوحيد اللي ينزل قبل كل ماتش يمثل منتخب مصر اليوم، ما فيش احتمالات فلان وفلان 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 وفلان، مش اللي هو ايه ربما يلعب بالتشكيل، لا 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 غالبا هيلعب بالتشكيل، ما فيش احتمالات. هو ال 11 هم ال 11 وهيلعب، ومين اللي هيغير الشوط الثاني ومين. حتى الله يرحمه استاذ ابراهيم حجازي بعد ثالث ماتش كلمني في التليفون وقال لي: ياسر، هو في ايه؟ قلت له: ايه يا استاذ ابراهيم؟ قال لي: بس انا افهم الانفراد يجي مره مثلا. قال لي: انت بتعمل انت بتعمل ايه مع كابتن جوهر؟ انت الوحيد اللي بتكتب التشكيل والطريقه. انا مبسوط بس فهمني. فقلت له: لا ابدا، اصل هو كابتن جوهري انا بروح التمرين فعرفت هو بيعمل ايه وبيلعب بمين. فدي شطاره صحفيه مني خارقها. وانا قاعد في الكوفي شوب عادي. عارف كل اللي بيحصل، انا قاعد في الكوفي شوب. هو كان راجل عظيم.